بس عشان اعرف اتكلم معاك حبيبي فتامه. الله يسلمك. امورني. انت تابعت ماتش مصر والمغرب؟ باشا هي مصر دي والقلب. آه. بس بقينا في عمان يعني نص القلب التاني. الله. لان في حاجه زي ما بتقول كده في القران والله اعلم عشان الواحد ما بيحبش يخش في لحظه. شو انا سالتك البلد اللي بترزق فيها تبقى بلدك. الله. البلد اللي انت اتولدت فيها حاجه والبلد اللي انت بتاكل فيها عيش حاجه تانية. الله عليك. فمصر جوه صمامات القلب والصمامين التانيين. سلطنه عمان الانجكشن اللي بيدي الدم يتدفق في القلب. الله عليك. بريء منك. بريء. اتمنى ان انت تشرفني انت واهل عمان وسلطنه عمان. حبيبي نهاركم كله جميل ونهاركم سعيد. مصطفى الشاورماجي بيصب على اهل سلطنه عمان. ربنا يرزقك.